السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أحبابنا، السر اللي هنتكلم عليه النهاردة في خليط لمحلول رائع جدا يساعد على نمو النباتات والوقاية من الآفات وتعزيز التربة بالعناصر الغذائية ونظافة الأوراق. السر بسيط جدا، لكن قبل ما نكمل الفيديو عايزين نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل الجديد. السر في المعلقة دي، السر للنبات أخضر زاهي صحي مفهوش آفات ولا أمراض ولا تعفن للجذور ولا أي شيء. السر في المعلقة دي، المعلقة مكونة من مكونين بسيطة جدا. المعلقة عبارة عن خليط من بيكربونات الصودا وكمان الـ NPK. الخليط ده احنا لو استعملناه كتغذية للنبات مع بعضه وكوقاية من الحشرات والآفات وكل حاجة، هينفعنا جدا في النباتات المنزلية وخاصة في النباتات اللي في إناء صغير. طريقة تحضير المحلول، هنجيب لتر مية عادي جدا، لتر مية، وهنحط عليه الخليط ده. المعلقة ديت هنعملها في لتر مية. اللتر مية ده هنعالج بيه وهنغذي بيه ازاي. اللتر ميه هيكون مركز شويه، هنحتاج بعد كده نخففه في الرشاش بتاعنا الخاص بالنباتات، وهنرش بيه الاوراق بتاعت النباتات كنظافه وكوقايه من الحشرات وكمعالجه ايضا للافات والحشرات زي البق الدقيقي او المن، الحاجات دي اللي بتصيب النباتات دايما وتعمل مشاكل كتيره جدا، وكمان وقايه من النمل. الحاجه الجميله جدا اللي بتقي النباتات من النمل هذا الخليط. الخليط ده كويس جدا للتغذية وللعلاج، أنصح بتجربته وإن شاء الله تكتبولي النتيجة بتاعتكم في الكومنتات. أتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.